ماشوا على تحسن بالنسبة لمراقبة الشيخ للطريقة وهو في بلد بعيد وغريب. الحمد لله نرى أن فيه تحسن، فيها تقدم، فيها يعني كل الخير فيها، لأن الشيخ شيخ مرشد مأذون، شيخ محمدي صلى الله عليه سيدنا محمد، بالإذن الصحيح المتصل من شيخ إلى شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يواكب الطريق من بعيد عن بعد، وهذه نادرة يعني، لكنها أراها أنها كرامة لهذه الطريقة، لأن الله يوفق الشيخ في مكان بعيد وفي بلد بعيد وبلد أجنبي عن بلادنا، ولكن بفضل الله، بكرم الله، بنعمة الله سبحانه وتعالى، الطريقة في تقدم، في تحسن، في شيء يعني صحيح. ما ننظر يعني إلى واحد في اللي يكون فيها ناس شوية يعني يتعبون من الدنيا ومن هموم الدنيا ومن أقدارها ومن كذا، وترى يضعف يعني شوية، هذا كل الخلق. لكن الشكل النظر العامة والشكل العام لا، والله الحمد لله الطريقة إن شاء الله في تقدم وفي إقبال على الله وفي مراقبة لله وفي كثير الخير فيها إن شاء الله. وإحنا نعجب إنه بعيد عن الشيخ، بعيد عن المريدين اللي عنده في بلده عنده، لكن المريدين البعيدين اللي في بلد آخر، والشيخ ما يعني تقريبا لا يستطيع أن يأتيهم ويرى الأمور يعني على يعني رأي العين، ما في إلا بالرسالة بالاتصال بالكذا. ولكن والله لله الحمد يعني نرى أنها في خير كثير، في نعمة كثيرة. بأي شيء نرى بأن الجماعة اللي سافروا من عندنا إلى الله كلهم تترحم عليهم هالخلق كلهم، يعني كل من سافر من هنا يعني من يعني أعرف من أسمائهم وبعض أنساه، أعرف ما راه واحد اللي ترحمون عليه من الجماعة ذول، أهل السيارة حج حمود الله يرحمه، حج وليد الله يرحمه، حج عايد الله يرحمه، بعدين حج عبد الله الهلال رحمة الله عليه، بعدين حج وليف رحمة الله عليه، بعدين حج صالح رحمة الله عليهم، حتى عبد الله الأحمد الله يتغمد بالرحمة، يعني كل الفقراء اللي سافروا من عند الصبخة أخونا أحمد كلاح الله يرحمه، يعني شلون أقول لك، والله ترحم عليهم، وهذول شهود الله في الأرض، هذول الناس إذا ترحموا وإذا كانوا يعني يذكرون الإنسان بخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله أو أقلام الله في الأرض، فوجبت له الجنة. كلهم بفضل الله كلهم يعني ترحمون عليهم ويدعو لهم بالرحمة وبالمغفرة، وندعي لهم إحنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الجميع برحمته وجميع المسلمين على كل حال. لكن هذه فضل من الله في الطريقة، أنتم تشاهدون يعني الذي نقول يعني سافروا وهم مرضيين عند الخلق، وإن شاء الله مرضين عند الله إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحد، لكن إن شاء الله علامتهم رضا الجيران اللي يعرفونهم، لأن كل من يعرفون جيرانه كل من يعرفون رضاه ترحمون عليهم، والله إني ما سمعت عليهم إلا كل خير الحمد لله، وسافر إلى الله، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته ويثبتنا حتى نلقى الله راضي عنه إن شاء الله، نسأل الله ذلك من فضله. فبالله أبشركم بشراكم ساداتي، بشراكم أحبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا ويحفظنا ويتم مسيرتنا إن شاء الله إلى الله، ويتم طريقنا إلى الله بالشكل الذي يرضيه ربنا ويرضاه، نسأل الله ذلك من فضله. قال راوي السندي ناقلا عن سيدي، قال راوي السندي ناقلا عن سيدي،
منتهى سير الرجال شرعنا المحمدي منتهى سير الرجال شرعنا المحمدي شرعنا أهل الهوى محو أوهام السوى شرعنا أهل الهوى محو أوهام السوى إنا أشهر السوى منه وسع المدد إنا أشهر السوى منه وسع المدد وشاذلي سيرنا على صدق أمرنا شاذلي سيرنا على صدق أمرنا والمغالي غيرنا ليس جيد كالردي والمغالي غيرنا ليس جيد كالردي